طبعا كلنا امبارح شفنا على السوشيال ميديا مقطع فيديو لكاميرا مثبتة خارج مطار هيثرو بلندن، كانت محل اهتمام عالمي. كشفت عن براعة الطيار المصري اللي قدر وسط عاصفة وصلت سرعتها ل 145 كيلومتر في الساعة انه يحافظ على اتزان الطيارة ويهبط بيها في الوقت اللي فضلت فيه خطوط جوية تانية تغير مسار طياراتها اصلا، يعني في ألمانيا كمان. احنا معانا على الهاتف الطيار البطل وليد مراد، قائد طائرة مصر للطيران اللي هبطت بمطار هيثرو. صباح الخير عليك وشرفتنا. صباح الخير على حضرتك، متشكر جدا. يعني اللي بيهبط بطيارات في بلاده يعني من غير اي خسائر، وساعات بيهبطوا بيها حتى في الميه بيعملوا لهم افلام، فاحنا النهارده بنرحب بيك وبنشكرك، وانت بطل حقيقي. ربنا يخليك. لا انا مش بطل والله، انا عملت شغلي زي اي زميل. لكن شفنا براعة في الهبوط، يعني متخيلين ان انت داخل الكابينة كان في توتر وقلق، ويمكن كمان حتى في الطيارة نفسها. احكي لنا عن المشهد، عيشنا بقى في المشهد معاك. لا ما انا هعيشك في المشهد، بس احنا ما عندناش توتر، يعني ما فيش التوتر، ما ينفعش يبقى في المهنة بتاعتنا، في الكارير بتاعنا ما ينفعش يبقى فيه توتر. ليه ما ينفعش يبقى فيه توتر؟ عشان يبقى فيه قرار مظبوط، الرحله تطير بامان، القرارات تبقى قرارات صحيحه سريعه. فحته التوتر دي يعني معلش بعيد عننا الى حد ما، لان ما ينفعش يبقى في توتر في غرفه القياده في طياره فيها ارواح، وطياره بتمثل يعني طياره اسمها مصر، طيران مصر وضواحيها. فده يعني التوتر ده بعيد عننا. الطيارة الحمد لله رب العالمين نزلت في مطار هيثرو، طيارة نازلة يعني يمكن الشكل ده هو اللي عجب الناس، أو إحنا مدربين في مصر الطيران، إحنا مدربين كلنا على نفس تدريب راقي على نفس المستوى. إحنا كل ما في الأمر، علشان برضو حضرتك موضوع التوتر، إحنا أنا معد من قبل ما أطلع الرحلة، إحنا عندنا تلقين بنفسه في مركز العمليات قبل ما نطلع الرحله، عندنا معلومه كامله عن كل شيء في مطار هيثرو في ساعه وصولنا، ايه اللي موجود، ايه الصور الموجوده، سرعه الارتفاع، كل الفنون كلها انا واخد تلقين بيها قبل ما اطلع، وبناء عن ده احنا مركزين لو حصل ان انا عملت اضطراب، الاضطراب فشل، ايه المطار الاحتياطي اللي هروحه، ايه البلاد اللي جنبي او المطارات اللي جنبي برضو حاله الجو فيها ايه، الطقس فيه. عشان كده احنا ما بيبقاش عندنا توتر، احنا عارفين رايحين. الحمد لله احنا كل طياري مصر الطيران سواء اكبر اصغر مني او زميل ليا، احنا كلنا على نفس المستوى. واحنا واثقين فيكوا يا كابتن وليد والله. بس نعم. احنا واثقين فيكوا جدا، عايزين بس ننقل الناس اكتر، ايه اللي كان بيتم في الكابينه لحظه الهبوط؟ وهل قرار الهبوط حضرتك كنت اخذت هذا القرار وانت طالع، بما انك كان عندك كل المعلومات عن هذه الرحله، ولا بيتوقف على لحظه الهبوط نفسها ممكن تغير رايك في لحظه او اخرى؟ ما هو هنا قائد الطياره هو صاحب القرار، القرار اللي يؤدي الى السلامه. يعني احنا التارجت بتاعنا اول حاجه هو السلامه. صحيح. السلامة كل يعني السلامة بمعيارها الكامل. فأنا قراري إن أنا أنزل، أنا طبعًا أنا بنزل أبعمل محاولة. هقول لك على الحتة اللي أنت عايز تعرفها، هي تلقين الركاب وطاقم الضيافة اللي معايا، الكابتن الشكشاكي الطيار المساعد اللي معايا على الطيارة. إحنا في الاضطراب بنعمل تلقين كامل للركاب، بعمل تلقين للمساعد اللي معايا، بعمل تلقين لطاقم الضيافه ان احنا بالاجراءات اللي هتتم قبل ما تتم. فبنعد الطياره وبنعد الركاب في حاله اي نوع من انواع الطوارئ. بالنسبه للحاله بتاعت هيثرو امبارح، احنا ده اضطراب بنعمله، بنعمل محاوله. المحاوله دي انا بعملها، بقرر وانا في اثناء الاضطراب، قائد الطائره بلاش انا، قائد الطائره دايما في اي اضطراب بيقرر في اي ظروف
وفي أي حالة ممكن تحصل غير طبيعية ياخد القرار في الوقت المناسب للسلامة. أنا عملت بريفنج للركاب قبل ما أنزل، وأنت عارف حضرتك أنا بطير على 787 دريم لاينر، دي أحدث طيارة في العالم أو أحدث طيارة بوينج أنتجتها في العالم. إحنا عندنا شبكة التليفون، تليفونات كل الركاب أصلاً أوريدي تليفونهم طول الرحلة قال كلهم أهاليهم بيكون في الجلد. بيقولوا لهم الحاله ايه، القطارات وقفت، المدارس يعني صدر تعليمات ان الطلاب ما يروحوش المدارس، يعني حاله الجو مش كويسه. طب حضرتك قلت ان عملت بريف للركاب خلال قلت لهم ايه، وكان رد فعلهم ايه؟ انا قلت لهم ان احنا هننزل نعمل يعني الحاله الجويه في المطار. طبعا احنا واحنا طول ما احنا طايرين احنا بنجيب تطور الحاله الجويه في مطار هيثرو طول ما احنا طايرين. اثناء الاقتراب عملنا بريفنج للركاب ان احنا هننزل نعمل محاوله، والمحاوله لو فشلت هنتجه للمطار الجديد. ونزلنا الحمد لله وعملنا لاندنج سيف. هو اللاندنج مش بس سيف، يعني مش بس امن، لا كمان احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي سموث، يعني ما شاء الله. طيب رد فعل الركاب بقى كان ايه بعد ما الهبوط تم بكل سلاسه؟ والله اشاده رهيبه، وحتى لما نزلنا في مطار وحتى الموظفين الناس اشاده جميله. وفي الاخر وانا يعني برضو اخر القول انا عملت شغلي، يعني انا عملت اللي المفروض يتعمل. بالنسبه للطيارات اللي لغت الاقتراب بتاعها او ما قدرتش تنزل او نزلت بطريقه يعني طيب يعني كابتن انا بتفضل. عندي سؤال لحضرتك، هل بيكون في تدريبات مستمره على الهبوط في مثل هذه الاجواء؟ يعني كل فتره مثلا بيكون في تدريب على ده عشان للتذكير فقط بالتعليمات؟ طبعا كل طيارين العالم بيتدربوا، احنا عندنا تدريبات واختبارات كل 6 أشهر ويعني في حاجات على سيميليتور، في حاجات في كلاس رومز على طول، احنا ابديتد على طول، تريند على طول على طول، بنتدرب على الحالات اللي زي دي. يعني نعرف مثلا في حال سرعه الرياح كذا او اتجاه الرياح نبقى عارفين هنعمل ايه. طبعا لكن احنا شفنا يمكن طيارين تانيين من حاجات تانية، يعني الهبوط ما كانش بطريقة سلسة وبالعكس غيروا اتجاه الطيارة بتاعتهم وطاروا تاني. فيعني حضرتك تنصح بإيه بقى؟ خلينا نتكلم عن الجيل الجديد اللي شغال في الطيارات أو على الطيارات المصرية خاصة في مصر الطيران طبعا. لا أنا ممكن أتكلم على الحتة الطيارين اللي قالوا الاقتراب بتاعهم، يعني أنا عايز أقول حتة هنا. اتفضل. يعني جدا انا نزلت انا نزلت ب ب ب يعني احنا الاقتراب في كابتن بياخد قرار، في طياره ليها امكانيات، في ظروف خارجيه احنا بنطير جواها وبنتعامل معاها فنيا، يعني تمام. مش معنى ان الطيار اللي قبل او اللي بعد لغى الاقتراب، لغي الاقتراب ده مش معناه ان هو طيار لا ده قرار صحيح طبقا لظروفه اللي هو كان فيها وطبقا لامكانياته هو وامكانيات الطيار، فهو بياخد القرار اللي يروح للسلامه. انا ما دخلت يعني طول فتره الاقتراب واثناء الهبوط على الارض الحمد لله انا كنترول الامر، ولو كانت يعني الحاله انا كنت وصلت ان الطياره انا ما اقدرش اعمل لها كنترول كنت غيرت الخطه، انا هيقل انا هعمل اوفرشوت اروح للمطار الاحتياطي فورا. طيب ده عظيم جدا. انا حابب الناس تعرف اكتر مين هو الكابتن وليد مراد، تاريخك كان عامل ازاي، وهل ده اصعب موقف مر عليك في المهنه ولا في مواقف ثانيه اصعب، ولا يمكن حضرتك ما بتعتبرش هذا الموقف اصلا ان هو صعب؟ انت عايز تقول يعني انت بتسالني عايز تعرفني يعني مين، اقول انا مين يعني يا ريت بعد اذنك عشان الناس تعرف اكتر. حاضر. انا وليد مراد رئيس رابطه الطيران وخطوط الجوية المصريه سنه 99، وانا اللي كنت بدافع عن جميل البطوطي وقت الازمه لو تفتكروا ازمه كابتن سمير الله يرحمه. وليد مراد كبير طيار الايرباص 600، وليد مراد نائب رئيس مجلس طيران الشحن الجوي، وليد مراد رئيس مجلس اداره شركه سبورت، وليد مراد رئيس مجلس نادي الطيران 14. ما شاء الله ما شاء الله.
وليد مراد مدرب ومكتب جيل 17 18 سنه، ده وليد مراد. ده كابتن وليد كده لا عرفنا الهبوط كان سلس جدا. كابتن وليد حضرتك شفت يمكن التعليقات الكتير على السوشيال ميديا، مش هتكلم عن الاشادات بره لانها كتيره جدا، لكن المصريين اللي كانوا مبسوطين جدا باللي شافوه من خلال الفيديو، عملوا يمكن اغاني كتير وكومنتس ايجابيه جدا، حضرتك شفتها تابعتها على وسائل التواصل؟ اه طبعا. يعني بص انا هقول لحضرتك حاجه بمنتهى يعني بمنتهى الامانه، انا قدر فرحتي للامر ده ان 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 العالم كله شاف شركه مصر للطيران باحدث طياراتها بالبروفايل اللي احنا شفناه كله في العالم كله، ان شركه مصر للطيران، طيارين مصر للطيران، طيارين مصر سواء طيارين القوات الجويه او طيارين مصر للطيران، ان الحمد لله احنا الاستيل بتاعنا يضاهي، مش عايز اقول احسن، اقول من احسن طريق العالم. ده اللي انا مبسوط له، ان مصر طيران العالم كله اشد بيه. وده حقيقي، احنا بالفعل عندنا يمكن احسن طيارين. دايما لما كنا زمان للاسف يعني ممكن نجرب كاريرز ثانيه نشوف الاجانب بيسقفوا للطيار لما يقوم بهبوط عادي جدا، في الوقت اللي ما شاء الله عندنا الطيارين المصريين بيعملوا بده بكل سلاسه. كل الشكر ليك الطيار وليد مراد صاحب الفيديو الشهير، اللاندنج السموث او الهبوط الامن والسلس جدا في مطار هيثرو في لندن. انا عجبني بقى في كلامه انه على الرغم من انه تاريخ كبير جدا، لانه شخص متواضع للغايه جدا، قال لك اي حد في مكاني في الشركه معانا كان هيعمل نفس اللي انا عملته. ما قالش ان الطيار اللي رجع بالطياره وغير مسارها واختار خطه تانية ان ده اخطا او لا، حسب امكانياته حسب امكانيات طيارته، ادى كل حاجه قدرها. ما بنقولش ان احنا الوحيدين اللي هبطنا بالمناسبه، او الطياره الشركه المصريه الوحيده اللي هبطت، لا في شركات تانية هبطت، لكن انت في مصاف هذه الشركات اللي عندها طيارين تتاقل بالذهب زي كابتن وليد وغيره، فاحنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا كابتن.